والناس راضي لا تحرك في مسير. فهذا لو ان تجادل هو ابو محمد وقال انا باخذهم عندي زي ما هم عندك وانا اللي حق فيهم زي ما لهم حق عندك، صدقني يصير فيه لخبطه ويصير فيه شويه ممكن يكون يختل التوازن. ثانيا ترى الناس احيانا حتى لو عند الاخوان او عيال العم يرتاحون الواحد سبحان الله ويحبون يجونه ويحبون يضحكون عنده ويحبون الثاني يجونه متحفظين ممكن سلوبه او شكليا. فاذا كان الشيء مستمر صح يا جماعه الخير لا حد خليه يمشي على ما هو عليه. بس هذه ما ملاحظتي. تدري من الاشياء الجميله صحيح هذا تدري ابو عايض ولا يهون الاخوان ولا يهون المشاهدين، من الاشياء الجميله في المساله وش هي؟ لا يتكلف البتة، وهذا سبب الاستمرارية. لا يقول أنا الاستمرارية. ما أتكلف أبد. يقول أحيانا بدون مبالغة أحيانا يجتمعون على قهوة وتمر بس ما أتكلف أبد، ولذلك استمرت على قولة أبو تركي فعلا. حتى حنا هالحين مثلا مثلا يعزم أبو محمد للقهوة مثلا القهوة وانت قاعد عندي يجي واحد انا يقول لازم بكره تكون عندي لازم، فحنا علشان ما نزعله ممكن نجي لك هو بكره عنده. طيب احنا تكون عندي ابو محمد صح وتواجهنا وسولفنا اصبر لك اسبوع 10 ايام وتعال عزم لك هو ثاني مره. فدائما لا تلحق الشيء الشيء، لا تربط شيء بشيء، يعني الربط الشيء بالشيء لا برضه يسوي فيه شوي لا تربط الشيء بالشيء. عند ابو حنا تكون عند ابو محمد ابو عايض اسكت اليوم لا تقول شيء، بعد اسبوع 10 ايام قل الربع تقهوى عندي نسوا قهوه ابو محمد جو عندك. ففيه اسلوب ترى في الحياه صحيح. طيبه لكن لو انا عند ابو محمد قلت انا ما اقوم من عندكم انت تكون عندي بكره ولا بعده ما فيها شوي شده وشوي هزمته واثقلت عليه وسلامتك. وفي ايضا ميزان اخر وميزان جميل لا يعني اني قلدتك انك لازم تقلطني صح لا يعني هكذا صحيح. انت قلطت عندي مره مرتين عشر مئة ما دام اننا متفقين والامور يعني محققه هدف جميل انا اعتقد انه خلاه يستمر الهدف هذا. انت صامل وانت رايح خذ معك رطيبات تانه وقت الرطب ولا تمر كان يعني. هذا ابو محمد احد المشايخ الفضلاء والله الشيخ احد لا احد المشايخ الفضلاء من 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 العلماء. لما سمع القصه من ابو محمد ايش قال له؟ قال يا ابو محمد بروح لك هديه بس المغرب الاثنين بس مغرب الاثنين غيرها ترى لا. ها وش ارسل له؟ ارسل له التمر من النوع جميل وفاخر قال هذا مشاركتي معك في العمل اللي انت تسويه. يا سلام فما يمنع انك يعني لما تجي لا بأس تعال معك رطب تعال معك والله على ما قال منها الجاتوهات الطيبه اللي الى اكلتها ذابت في الفم لها طعم يطير في الراس هذه طيبه ترى يعني خصوصا شفت القهوه واو ما شاء الله تبارك الله. كان في قصه بس كلمتين كان في قريب الكلام هذا كان في هديه وماديه فواحد كلمني الوضع ماشي صح 10 على 10 قال والله فلان هذا فلوس عنده بس ما دفع شيء واجد. قلت له قلت هو دفع؟ قال دفع. قلت كثر خير بس يا سلام. لا ها يا سلام لا كثر خير دفع اللي يقدر عليها او اللي جادت به نفسه نعم. لكن لا تهز الموضوع لا تحط في اي مطب لا تحط خل الشيء يمشي على ما هو عليه. اذا الوضع وقف او صار فيه انت الحين تخلق لغط او كلام لا تخلق شيء في الموضوع هذا اي موضوع لا تخلق فيه هزه صح ولا لا؟ هو ماشي صح فاحيانا بس من حرص بعض الناس او ثوات بجوده او يحس مثلا يا اخي انت ما عندك نقص ان شاء الله ما فيك نقص انت تقويت معنا وجلست معنا وحضرت العزم معنا وجيت عند ابن عمك لا تحس اني انا بسوي شيء مثل لغيري ترى الامور سهلات والامور برضو ما يبهاك عشان تشيل في نفسك سلامتك. الله يسعدك يبارك فيك. ترى الدال على الخير يا جماعة الخير الدال على الخير كفاعلة ترى ما يمنع انه الفكرة هذه اذا انت ما تقدر تطبقها وانت ما تقدر تطبقينها بلغي بها اللي يقدر يطبقها وتكونين وتكون يعني لك مثل اجرها
جميل اننا نحرص على هالموضوع، والله جميل جدا جدا جدا. ابو عبد المحسن، في يعني فعلا هالمظاهر هذه جميله ان تكون عندنا في الاحياء. يعني مصداقا لقصتك هذه، قصه ابو محمد، عندنا ايضا احد كبار السن في الحي ما شاء الله عياله يجونه يوميا. يعني الان انا جاء، هو جار لنا، انا جاره يعني، هو قبلي في الحي لنا 4 سنوات وخمس سنوات يوميا. يعني انا قلت يمكنها فتره ويخفون او فتره ويغيبون عنه، بالعكس مستمرين الان 4 سنوات اللي حضرتها يوميا يجتمعون الابناء وابناء ابنائهم. طبعا من الاشياء الجميله انهم ساكنين في نفس حال ابوهم، يعني في نفس القريبين يعني. فتجد حتى الرجل هذا يعني تجده بعد المغرب، بعد صلاة المغرب يتسنم بسرعة ويروح، حريص على هاللقاء وحريص على لقاء أولاده وأحفاده. فالمظاهر هذه جميلة، وهذه مما تطرح البركة في البيوت وتطرح البركة في الذرية، ويتربى الجيل الجديد الأبناء والبنات الصغار على تقدير الأرحام وزيارة الأرحام ومعرفة الأرحام. الآن للأسف بعض الأسر تلقاه ما يعرف عم أبوه ولا خال أبوه ولا خال أمه، يعني بينهم فجوة، ما يجتمعون إلا في الأعياد أو في الزواجات، وهذا الله المستعان. فهذه مبادرة جميلة من أبو محمد، وإن شاء الله يقتدي بها الكثير. حتى في الحي، في الحي إذا كان في رجال عنده مثلا مجلس، ليش ما تجون انتم الحي وتسلمون على هالرجال وتعرفون جيرانكم؟ صح ولا لا؟ صح. يا اخي قهوته والمه، هو على 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 مثل الشعب القهوه والمه. انت اذا جيتني وسلمت وعرفتك وعرفتني وعرفت اللي عندي وانت من الحي، وقلت انا والله بيت ترى في الشارع اللي جنبكم هذا، وشلون غلاك عندي وتقديرك واحترامك؟ بعض الناس يقول ابي عزيمه، ما عزمني، ما لي لزوم، ما علي من الناس. يا اخي انت مكمل، لا انت واحد، انت واحد من خرز المسبحه في الحي او في صحيح، فاخذ لي فنجان واسلم على هالجماعه واشوف وامشي بس سلام. والله انك احيانا تمر من بعض عند بعض البيوت تلقاه فاتح الباب وفاتح مجلسه، وفي الشتاء تشوف شبه الضوء. اي والله انا ودك الى، انا احيانا امر واني اقول باذن الله اني امر على هال، ابى اسير عليه راعي المجلس. اذا عندك في الحي لازم تمر عليه وتسلم عليه. يا سلام عليك. بس في الحي خص ويفرح ويفرح لا شك. ولذلك سبحان الله مثل هؤلاء لما تجي لمه وتقول له والله انا جيت ولقيت كذا، واكراما لكرمك جيت، واكراما لك وحبا في فعلك الجميل، تراك قاعد تدعمه دعم صادق اقوى من المال وغيره. صادق. ايش تقول ابو نايف؟ نقول مثل هالأمور حقيقة لا تنال بالسهل، لا تنال بالسهل، يعني مو بالسهل، لابد من يعلق الجرس. يا سلام. لابد من يحتسب الأجر في هذا. يعني أنا لما البارح الحمد لله بعد صلاة المغرب كان جار الحي عندي كلهم بالبيت، ما شاء الله، لقاء كل أسبوعين عند ذا، وقلت لهم البيت الحمد لله واسع، اللي ما يستطيع الله يحييه ويجيب القهوة ويجيب شيء. كان لقاء مميز. لقاء الآخر بعد صلاة الجمعة عند كبيرة سن أختنا، نجتمع إنا وأبنائنا، لقاء كل شهرين أنسقه للأقارب كلهم يجتمعون في استراحة في كذا. من الطرائف اللي حصلت في مسيرتنا الأقارب، كنا نجتمع في رمضان، وهذه سنة بثيتها والآن انتشرت ولعلي أنقلها الآن. كنا نجتمع يوم يفطرون عندي، يوم يفطرون عند أخوي، يوم يفطرون عند الأخت، يوم في روح يمكن 20 يوم من رمضان كل يوم عند واحد، وبعضهم ما يجي ولا يعزم لصغر البيت، لعدم مناسبته أهله للدعوة أو كذا. فسبحان الله العظيم استخرت ودعوت الله سبحانه وتعالى، فاقترحنا أن نستأجر يوم واحد بدل 20 يوم، يوم واحد في رمضان لي ولإخواني ويوم لي ولنسباي، نستاجر في هالاستراحة كل واحد يجيب فطورة. ما عاد في ذا عن اللي عازم ولا، والله يا أخوان إنه ما عاد تخلف إلا القليل اللي عنده ضر. فأنا أقول مثل ما قلت، يعني دورية الحي، لقاء الأقارب، اجتماعهم فيها مثل هالأمور هذه، ترى ما هي يعني سهلة، يعني واحتساب الأجر فيها عند الله سبحانه وتعالى أجرها عظيم وصلة رحم عجيبة. فلذلك يا أخواني
نصيحة لله، اجتهد. وأنت يا لما أقول بعيد يعني من لعب عليك الشيطان وبعدت عن أقاربك، إذا علمت أن في اجتماع، يعني أنا أعرف بعض الناس والله يا أخي قالوا فيه زواج عند فلان، قال يا سلام والله ما دعاني للزواج، لكن فرصة أني أشوف جماعتي، ما عندهم تفكير، ما دعاني، ما يجي ويحضر ويسلم ويستبشر أنه يجد أقاربه ويجد أصحابه ويجب كذا. ناهيك عن هذا، والله يا كبير السن إذا رأى أحفاده ورأى عياله يجتمعون وهو جاسم بعصيته يناظرهم كأنه ما يتربسته كذي، ويشوف العيال والله أنه يعود نشاط ويعود قوة ويعود فرح ويعود سرور ما لا يعلمه إلا الله. وأفضل العمل أن تدخل السرور على مسلم، فما لبالك تدخل سرور على جدتك ولا على جدك ولا على شايب كبير من جماعك. فأنا أقول يعني هذه نماذج يعني موجودة ولله الحمد، وفي ناس محتسبين، لكن أرسلها رسالة لمن لا يحاول يعني يشارك. وأنا أعرف بعض الإخوان يقول لي، يقول والله إني أخجل أخجل أخل لنا، والله ما أعرف من عياله، عيالهم أنا عمهم ما أعرف كم عدد عياله وش وصلوا من السن وش وصلوا من كذا. ثم يا أخي المبارك، في عادة يعني حقيقة بعض الناس الله يهدينا وياهم في اللقاءات، إذا جاء واحد سلم قال من تولده؟ والله هذا ولدك يا أخي ما شفناه من سنين، ورا ما تجيبه، ورا يعني كأن التحطيم. لا يا أخي وش المانع، يعني أنا أعرف واحد مليان مخابيح حلاوة، كل من سلم على أولاد صغير أعطاه حلاوات وشجعه وكذا. ولذلك يقول يا أبوي ترى نبغى نمر مع الشارع ذاك، ليش؟ قال فيه الشايب قال عند الباب يقسم علينا حلاوة عند الباب. فإدخال السرور والتأليف وفعل الأسباب، وأهمها أهمها احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الأمر، واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان على خير عظيم.